تطبيقا للخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في عدد من البلديات تحت عنوان البلد الآمن، أجرى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية العميد محمد فتح الله رفقة عميد بلدية بني وليد سالم نوير وعدد من الضباط جولة أمنية داخل مدينة بني وليد. تعليمات السيد الوزير بتأمين المناطق المحررة والمناطق اللي مجاورة من المناطق المحررة بتكليف عدد من الدوريات، وبالإشارة إلى الخطة الأمنية البلد الآمن تم تكليف عدد من الدوريات بتأمين منطقة بني وليد. الجولة التفقدية شملت مطار بني وليد وامتدت لداخل مقر قوة الدعم المركزي، وذلك لمتابعة سير عمل عدد من الدوريات الأمنية بالمدينة. طبعا تعاوننا معهم تعاون تام، والقوة هذه طبعا جاية لبن وليد، تأمن المرافق الحكومية وبتأمن الشوارع داخل بن وليد وبتفرض الأمن. هذا بناء على طلب نحن. طبعا نحن تعرفوا الوضع الأمني المتردي داخل مدينة بن وليد واللي تعاني منه طيلة السنوات الماضية. طبعا الفوضى هذه مش حنسمح فيها تاني ان بن وليد تقعد زي قبل، يعني أمن ما فيه شيء، ما فيه بلاد تايهة كدية ورايحة ومجرمين موجودين، الهجرة كلها عن طريق بن وليد. ضبط الأمن وضرورة التعاون بين كافة الجهات الأمنية لفرض الاستقرار وحماية أرواح المواطنين وأملاكهم أبرز النقاط التي أكد عليها عميد بلدية بني وليد، بالإضافة إلى وجوب توفير جميع الاحتياجات التي يتطلبها الجهاز تحقيقا لمطلب عملية البلد الآمن.